شهدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد توقيع وثيقة مشروع مبادرة البحر الأحمر المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإجمالي تمويل قدره 14 مليون دولار. يهدف المشروع لحماية بيئة الشعاب المرجانية في البحر الأحمر والحفاظ على استدامتها. وأكدت وزيرة البيئة أن المشروع يمثل خطوة هامة في الجهود الوطنية الرامية إلى حماية التراث الطبيعي لمصر، مشيرة إلى أن المشروع يجمع بين مجموعة من الأطراف المعنية لتطوير وتنفيذ حلول تمويلية تسهم في الحفاظ على بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر.